السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقوم بإتمام إنجاز التمرين 6 صفحة 120 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات السنة الثالثة إعدادي. إذا هنا أعطيني الدي كتساوي 2.125 في 0.03 كل أس ناقص 3. هاد 2.125 غادي نخليها كما هي ونمشي للعملية ديالي 0.03 كل أس ناقص 3. غادي نردها هي 3 في 10 أس ناقص 3، لان كاين 1 2 3 الارقام بهذه الفصيله اس ناقص 3 عاد الكل اس ناقص 3 هذه ديالي اللي غتعطينا هي 2.125 3 اس ناقص 3 غنفرق عليهم الاس و10 اس ناقص 3 الكل اس ناقص 3 هي 2.125 3 اس ناقص 3 هي 1 على 3 اس 3 في 10 اس 9 لان ناقص 3 في ناقص 3 تساوي 9 كنديروا قوه وقوه هي 2.125 على هنا 3 أس 3 هي 27 في 10 أس 9 شنو درت 2.125 ضربها في 1 هي 2.125 3 أس 3 هي 27 3 أس 3 هي 27 كتبقى لنا 10 أس 9 ديرها بلون آخر ها هي 127 عندنا العدد 2.125 على 27 حتى هو عدد محصور الى درتيه في الكالكولاتريس غتعطيك عدد محصور ما بين 0 و 10 اذا نكون جاوبت على السؤال اللي طالبين مني اللي بغى يقسمها راه تعطيه عمليه يعني نتيجه غير محدده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.